ماشي يا عبدو. انت مش رايح هلا؟ لا في امبريمير رايح على الاردن هلا. معنا نروح لاحد كله. المشكله انه اهلي هلا موجودين. بتجي لاحد اهلك يا حبيبي. شرف لي وتسمع لي. بعطيك رقم اهلي هلا. بجيك لحالي بتغدى بعزم حالي عندك. حبيبي على راسي هيديك ما تصير حاصل. عم نحكي عن هيدي الظهره. هيدي الظهره ما راح اقدر لانه في ناس بتسمعني بلغهم هلا. لازم ارجع. رفيع سلم لي على شرفكم. تشدوا حالكم تشدوا حالكم ده الفاينل. انت وانت وين؟ انا ما طلعت من لسه. وانت يا غالي ولك حبيبي. انت بتشكل هذا حبيبي. انا ذكر كلمه قلت يا رافع ما صار لك يا اخي. ان شاء الله يصير لي فيها خير. ما بتعرف ربنا شو بكتب يا حبيبي. ربنا ما بكتب الا خير يا جماعه وخير. والله انا كثير مبسوط. الحمد لله الحمد لله يا رب. كريستين خلاص لا تبكي. كريستين كريستين شوف كيف زعلانه. كريستين كريستينو كريس كروس وعبد الله يا مولاك حنا فدا عيونك حبك سطاب القلب مسك يحب الله رافعك. شامل علينا وسمح الله واللي تقوله تم الله شكلنا وتسلم وربي ريسونك ورجالك الأهرار رافع والله دار وصار ما صار ما طيب وظنك. اقول لك عبد الله يا عونك يا رفع عيونك. رفع رفع بس لما اطلع من البرنامج ولع. مش عارف كنت بعطيك اياها انت. رافع كتبت كمان اشي لماما بتقروها اياها. اوكي حبيبي أفعطيني دفترك. ها رافع هذا البوي صح تعرفه ولا لا؟ رافع أعطيني كتاب القرآن خليه معي. رافع لا تنسى كتابك. في حد حابب يكتب إشي لأمي؟ هي اكيد. انا هنيرة كثير بحياتي. انا ايش عندك؟ ما مش عارفه احكي لك قديش شعور بخزي. والله ما بعرف ايش احكي يعني. ما تحكي ولا كلمه حبيبتي. شدي حيلك وراح اكون كثير مبسوط منك. بس عن جد بس ما بدي من حدا شيء. شرفكم تشدوا حيلكم. زعلان كثير. اعطيني دفعه خليك تبعنا شيء. دوري بالكم في ورقة ضروري أعطيك إياها يا أمي. أنتي شهرين كريمة يا جماعة. خلص بعطيك إياها. أعطيني أكتب لك. بدور عليها وإذا وصلت الفاينل بعطيك إياها. ما وصلت الفاينل ما في. لا من مين؟ من كريمة؟ لا مني أنا. أعطيني إياها. مش عارف وينها. رافع وينهم هم تحت؟ فكرة هي الورقة أنت كتبتيها بإيدك يعني. بس بدي أذكرك إنك كنت حمارة. لا مش هديك مش هديك. لا مش لا عرفت. عندنا عيد ميلاد جلبير خليك شوية بس. عرفنا اللي كنت بدك تنسحبي فيها. اللي اعطيتيني اياها لما كنت دلقي وبدك تطلعي فيها لفوق. عيب عليك. كنت كله بستناك بستناك قاعدين نتفرج عليك. استنوني رافع في المطار يكون تونس قاعد. المطار حيكون زحمة. كنا وانا اكلم جمهور. اعطيني نكتب بالذكر. اذا شفتوه لا تسيبوه بحاله. شنو هو اذبحوه وخلوه في المطار. خلص هيو تحت. كريمة انا حفظي بدي نسوى. نسوى نسوى بدك تكتب اشي لماما. نسوى ايش اللي عملتيه اليوم؟ ايش 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 انا بكتب. انا بكتب يعني هيك مش مسموح. بس
بسرعة أحمد. لا لا أنت خراسي خراسي مالك أنت يا صدر ربي. اليوم ما طلعت سفر طلع إسبانيا هسه من كتر القر يا بابا. الله يوطر كل واحد والله يخدمني معك الله يوطر أصدق يلا شيب القر القر الأرض تبلوهين وهمية بلوهين بس القر العين ماشية ورايا على السلامة طبعا لا طبعا لا هذا اسمه لا يستفاد وحياة أمي إنك ترفع الرأس وحياة أمي يا رب يا حبيبي يا حبيبي صفر راح يلا شكرك ولك يا خذي خذي تمشي وراها وراها شو يعني زبان خذي خذي يا هون لا بس مش تكون هيك لا اكتبي هون خلص عشان كلكم مع بعض مش عم يعطوني اياها عشان نفتك من يا جماعه مش عارف كيف يعملوا لهم حلقه ماما يكتبوا لماما ليش رح يصير هلا؟ انا في في كيس كتبت شيء لا لازم تقرئها اوكي اوكي استعملها كمان ولا نينا بسرعة اكتب لماما بسرعة حط سكوير بس كان البيت بس كان البيت ايوه ايوه خذي خذي لو انك مش اخوي ما كان صار اليوم ولا حكيت لك كيف كان اوكي بس عشان لك اخوي تعرف انك تصير انت والدم ما بيكون حامي الا الاخوان اه جيب بالك حبيبي بيطلع على اي حد شد حيلك كفة تنشز اه كفة تنشز شد حيلك لا 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 وين اخذينهم هاي 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 كيف تكتب الايه؟ كي اس اي رافع بس انتبه رافع انتبه رافع من يشخر الحين راح استلم المهمة بروحي بس انا راح استلم رافع محمد لازم هو يساعدني الله حنان ثلاث ايام عبد السلام مسافر ثلاث ايام نوم من المصحف انا طول بقى على فكره في شغله نسيتها تحت اسمع انزل تحت الترابيزه في شغله محمد عبد السلام بس داونستيرز بس لا 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 بخليهم الابيض لا يا حبيبي طبعا يا عمري ولو اهلك حبيبي لا داونستيرز هلا خليهم يطلعوا لك اياها طلعت كثير هاي هيك بلاستيك مدوره انا ما عندي شيء بلا موجوده متاكد شفت هاي لا ما تقولها شفت هاي؟ لا انكسر لا كان كيبت رافع رافع ده فهمت ليش انا تركت اعطيك رقم واحد من اصحابي تريت ورا اعطيك رقم واحد من اصحابي تكلمه اعطيك رقم واحد من اصحابي ولا يهمك يلا اوكي اعطيك سجلك هو في الورقه شيء هنا كلمه اسمه سعيد خليه يقرا كان خليه يقرا رقم مكان كلم مكان وسلم لي عليه السلامه كثير لانه انا الناس اللي يحبهم مكان انت حبيبي زي ما حكيت لك اليوم بشرفك لا تنسى تحية الله لا تنسى انت كرمانة اوكي واكتب لي ما عندي ما حط رقمك شباب رقمي بتاخدوه لا هلا هلا لا 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 موبايلي ممر ايه تذكر لما كنا تحت اخذنا خلص اوكي بكره هنشبك لك على الفيسبوك الرقم من بعضنا بالضبط لا اخذنا ما بدي اكتب لك شيء بالضبط اي جاد انت ما تدري كلام حبيبي طب هاي مش راح احملها هيك اسمع بدي افردها بالشنطه تحت ايش قال لا اذا بياخذوا لا احملها بايدك احملها بايدك ليش ما فيك في اظن هلا مات لا بحطها بال هاي بده من فوق شكرا لك لا لا بس عشان الدنيا تبي رقم مين الورقه بعثها لي لامي نعم مين ياخذ اللي يقربك تعال راح حبيبي بسرعه اخ اسمع علي تعال هيك سامع بيمسك ما لك رفع اثنين سبعة تسعة نسيت رقمي لا 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 رفع بليز خلاص كل ما تحكي معي تقول لي قد ايه نور وهدول واقفين معي خذ منك خلاص اوكي انا انصدمت ها اوكي ولك انت مبدع انا صراحه انا فيك بس في شغله صار لي 4 سنين بعد هلا ما حدا ايش ابعت لك ليش صح
صار؟ هاي هدية ببعت لك وحدة وعد. ما أنا بدي تبطل. شباب بدي أبعث لكم متصل. في لا مش بدك تبعث لنا رافق بدك تكون انت حامل بس ما راح اقدر افوت رافق وين بدك لا لا رافق دبدوبي هذا بس مو واضح الخط معلش رافق شجعني انت يا ماما ايش فيك انا بكره تسي من اول طب وقت يلا 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 اوكي يلا بتحلي فيني انا خلص الو الو واحد دايركتور وير ذا دايركتور شيت وير ذا دايركتور شيت اكتب وير ذا دايركتور شيت انزل وير ذا دايركتور شيت انزل يا معلم بدك يا بعدين بدي اياه ولو دايركتور الو 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 بس اطلع بعطيه لها لا هاي لا رافع خلص بنغني له هون على يا معلم بدي اياها خلص غني له اياها دايركتور عيب ايش بتعطيه ما بعرف تتذكر انت دايركتور بيا شوي I always want I really want to direct صح قايلك he told me قايلك he told me من اي برايم تذكر اي برايم بس يلا خلينا نكتب اشي بس اي برايم تذكر هاي على فكره هاي من اي برايم من اول برايم من اول برايم هاي البلوزه اللي بتحبها نينا صح البسها دايما لا بس فكره هاي ليش البير رافع 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 يا رافع but I really want زيتون وانا ما كتبت له ولا شيء هل الان ولا شيء اللي رافع سلم على الكل بدي اعطيك رقم بجوردن يلا يا جماعه اعطوني لا 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 اسمعني 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 تعال شوي اعطوني يا جماعه رافع ذكرني فيها هذه نغنية ولك بدونه بتذكر والله ما تستاهل والله ما تستاهل يا رب والله الحمد لله كيف سمتك سيد؟ شرفكم تجيروا بالكم معاكم انت صوتك تعرفه بوديك اوكي؟ صوتك واخلاقك و حبيبي وتربايتك حبيبي يا سوريا كلها انت الله يخليك والله انت رافع راس الاردن والله والله انك حبيبي انت هيدا الكود هيدا اذا انت هون انت هون هلا بديك تلفن هيدا الرقم خشي جوا الحمام يا حبيبتي بليز لانه شفت شو صار انت بديك بليز الا انا هيدا الكود بلس 961 بس اذا من هون عم تحكي بتطلب بتقول لك انت ما معك رقم الكاميرا تشوف الرقم براودلي بليز اوكي بتعرف شو بدك تقول رقمك كتبته اعطيني اكتب له انا رقمي عن جد بدي اكتب لك رقمي منك يا مات الصغيرة مش عارف وين راحت كريم معك رقم كريم لا لا بس هلا باخده من تحت اوكي احكيها ضروري ضروري والله وعدي هي عم تحكي انس تلاقي رقمه مع انس خلص بليز خلص رافع اتكلي عليك وعلى الله اكيد 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 ايش احمد تعال شوف شو كتبت كتب لك محمد رحمة أميمة كريمة ياسمين لم يقاق رافع ستارز فهمت أو ببقى على كف وجهك ما بليز هذا كله هذا بس وأي شيء بدك يا بليز ماما جاسمين بدي أحكي معك كمان شوي ما تنامي ما راح تنام أصلاً